عندنا مؤسسات، ما عندنا حكومات انتقالية وما عندنا هياكل انتقالية هي بتجسد دستور فعلي موجود وبتجسد الشرعية يعني. بالتالي نحن أطلع فوق المسجد بدل ما نتكلم عن شرعية دستورية في اللحظة دي، بنتكلم عن حاجة تسمى شرعية ثورية، أو بالتحديد شرعية شارع القيادة. شارع القيادة هو مصدر الشرعية الأولى، وهو بعدين بقى الفاعل الأساسي السياسي. يعني الفاعل السياسي الأول في السودان الليلة هو شارع القيادة، اللي هو فعليا من خلاله أو بعده بتجي ردود أفعال. تجي ردود أفعال بتتمثل في الفاعلين السياسيين اللي كانوا موجودين في الحقبة السابقة، أو الفاعلين السياسيين اللي قاعدين يتشكلوا في اللحظة دي. يعني في النهاية كل ردود الأفعال قاعدة تتمحور حول رد فعل الفاعل الأساسي الليلة في السودان، اللي هو شارع القيادة أو ساحات الاعتصام في كل السودان. فدي أهمية شارع القيادة. فالزول ما يزال مصر أنه هو يجدد يعني تحته ويجدد فخره بوجود الناس في شارع القيادة. الحاجة الثالثة والأهم أنه شارع القيادة هو السلطة السياسية الوحيدة اللي بتمثل السودانيين الليلة. قد يكون فعليا في تكتلات وفي قوة سياسية هي بتعبر عن السودانيين وعن مطالبهم، لكن في النهاية التمثيل السياسي الأول والأخير هنا في السودان هو شارع القيادة نفسه. يعني ما في جهة، ما في حزب، ما في قوة بتقول أنا الشعب السوداني زي ما شارع القيادة بيقدر يقول. يعني كل القوة السياسية وكل التكتلات والأحلاف السياسية هي من حقها، ونحن بنطالبها بأن هي تحاول تعبر عن شارع القيادة. تمام؟ إذن شارع القيادة هو برضو الحتة البيتين فيها المصادقة والموافقة على كل الخطوات السياسية في الفترة الجاية. الحاجة الوحيدة اللي بتبقى مفقودة ونحن لابد نحن نشوفها، ودي اللي قاعد تعمل الخلافة اليومين دي، أن شارع القيادة هو برضو مصنع القرار. لابد أن يكون شارع القيادة مصنع القرار. وأنا لما أتكلم عن شارع القيادة ما بتكلم عن ناس الخرطوم الموجودين في شارع القيادة، بس بتكلم برضو عن ساحة الاعتصام الموازية الموجودة في الولايات وفي الأقاليم. دي كلها تعبر عن الشارع وتعبر عن الشرعية الفعلية وعن التمثيل السياسي الفعلي وعن الفعل الأساسي الأول والأخير في السودان. إذن شارع القيادة برضو لابد أن يكون هو مصنع القرار. لابد أن الناس اللي في زالينجي يكونوا جزء من صنع القرار. لابد أن الناس اللي في الشرق يكونوا جزء من صنع القرار. لابد أن الناس في الشمال يكونوا جزء من صنع القرار. لابد أن الناس الفدوة الثورة دي بدمائهم وبنفسهم وبأجسادهم يكونوا هم مصنع القرار، مش هم محل المصادقة والموافقة على القرار بس. ودي الحاجة اللي نحن نتكلم عنها في الديمقراطية. الديمقراطية هي عملية قاعدية، عملية شعبية بتجي من تحت وبتطلع لفوق. هي ما مجرد يعني موافقة شعبية على عمليات النخبة أو على تحركات النخبة. هذه الفكرة الأساسية في الديمقراطية. طيب أنا جاي هنا المنصة دي بمثل الحركة الوطنية للحريات والعدالة. طلبوا مننا مداخلة عن الحركة نفسها هي شنو تعريف بها، وطلبوا مننا برضو تعريف عن الديمقراطية باعتبارها واحدة من مكتسبات الثورة اللي احنا بنحاول نحافظ عليها ونحميها. طبعا الاسم الفرعي للحركة الوطنية للحريات والعدالة هي حماية، بمعنى حماية مكتسبات الثورة. اوكي؟ طيب الحركة الوطنية للحريات والعدالة هي مجموعة من الشباب، من الأعضاء المؤسسين، مجموعة من الشباب اللي بيحملوا أفكار من يسار الطيف السياسي لأقصى يمين الطيف السياسي، من أقصى يسار لأقصى يمين الطيف السياسي. ما بيناتهم رؤية أيديولوجية مشتركة، ما بيناتهم رؤية محددة للشكل العام للمجال العام يفترض يكون عامل كيف، لكن بيناتهم حاجة مشتركة اللي هي فعليا بتنبع من الأحداث أو من الممارسات السياسية اللي كانت بتحصل في العهد السابق أو في الفترة السابقة، اللي هي فعليا ممارسات اضطررنا منها كلنا. هي كان ممارسات خلال الثلاث عقود وأكثر من بعد الاستقلال مباشرة، ممارسات سياسية أضرت كل الكتل الاجتماعية والكتل السياسية من أنه هي تمارس حقها في المجال العام، من أنه هي تقوم تحاول تسعى لتطبيق رؤيتها في المجال العام. بإذن إذا في حاجة بتوحدنا، إذا في حاجة نحن مشتركين فيها فعلا، هي فكرة الضرر نفسه، الضرر في الفترة السابقة. معناها محتاجين كلنا نحن نرفع الشعارات اللي بتوحدنا، الشعارات المتعلقة باستصلاح الميدان السياسي نفسه، اللي هو كيف نحن نقوم نهيئ الميدان السياسي كويس عشان نجي فيها.
موضوع أي زول في الشارع عارفة ومتشربة في وعي الجماهير في وعي الناس اللي بيمارسوا العملية السياسية، منها الديمقراطية، منها المساواة، منها الحريات بمفهومهم للحريات كويس، منها الدايفيرسيتي والوحدة بالرغم من التنوع نفسه يعني. ففي مجموعة من القيم قاموا الآباء المؤسسين حاولوا يترجموها في شكل دستور، وفعلا نجحوا، وفعلا ده من أقدم الدساتير الملتزمين بها وفي العالم يعني، وشغالة وفاعلة، بتتعرض بس لبعض التعديلات بعد بنود محددة في البرلمان بتاعهم عشان يعدلوها يعني، بعد تجاوز بقوا بعد صلاحية شروط محددة في البرلمان عشان يقوموا يعدلوا بها الدستور ده. فدستور جامد وصلب ودستور محترم من كل الشعب ومن كل الفئات الاجتماعية حقت الشعب، لأنهم فعليا قبل ما يأسسوه قعدوا له. نحن هنا في السودان ما قعدنا، في السودان احنا ما قعدنا عشان نقوم نأسس القيم السياسية الفعلا بتأسس الدستور بتاعنا. من هنا جاءت الحركة بتاعت حماية، حركة ضمت مجموعة من الفاعلين السياسيين الشباب المختلفين فعليا ايديولوجيا عشان يتعاهدوا على استصلاح الميدان السياسي وعشان يخلقوا توافق اجتماعي سوداني حول القيم السياسية المؤسسة للدستور. تمام؟ طيب الديمقراطية، لما نتكلم عن الديمقراطية هي شنو الديمقراطية يعني؟ الديمقراطية طبعا كتعريف موجود في الكتب هي حكم الشعب، صح؟ طيب دي حاجة معلومة لكل الناس بقت، وبقت معلومة بديهية، لكن طيب كيف بتتم ممارسة الديمقراطية في الفترة اللي احنا عايشينها حسنا دي؟ يعني كيف فعليا في الحراك الحاصل في الفترة الانتقالية دي نحن نتحرى مظاهر الديمقراطية؟ ما انت الليلة عشان تقوم تأسس او ترسخ للديمقراطية انت لازم ترسخ لها عن طريق مسار ديمقراطي برضو. ما في ديكتاتورية بتجي بترسخ للديمقراطية، في مسار ديمقراطي، في توافق وفي اجماع وفي عملية ديمقراطية نفسها بتأسس او بترسخ للديمقراطية في وعي الفاعل السياسي او في وعي جماهير الشعب السوداني. طيب نحن في الحراك الليلة شايفين مجموعات بتحاول هي تعبر عن الشارع، ودي حاجة جميلة جدا، تحاول تعبر عن مطالب الشارع، وفعلا دي حاجة نحن يعني بنبحث عنها يعني. نحن الليلة لما نشوف فعليا كل الأحزاب وكل الفاعلين السياسيين هم قاعدين يعني بيتوافقوا على قيم محددة وقاعدين بينشطوا بطريقة محددة هي طريقة ديمقراطية، نحن نفتكر انه ذاته ما في حوجة ولا في يعني حاجة ماسة لحماية وللأجسام اللي بتشتغل نفس الشغل بتاعها يعني. لكن نحن الحاجة اللي عاوزين نشوفها حسة فعلا أن الأحزاب وأن الجماعات اللي بتمثل الشارع هي قاعد ترجع فعلا للقواعد الشعبية وقاعد ترجع للناس عشان تمشي تفاوض. ونحن ما مستعجلين، نحن الليلة ما مستعجلين، نحن دارين نشوف الديمقراطية قاعد تتشكل قدامنا كويس، وقاعد نشتغل بها عشان نقوم فعليا نعبر في الفترة الانتقالية دي. ففي اللحظة دي إذا نحن فعليا عندنا مآخذ وعندنا مطالبات للجماعات اللي بتعبر عننا، نحن بنقول لها هي ما تستعجل، ترجع تشوف المجتمع المدني، النقابات، الجمعيات والتنظيمات الاجتماعية الفعلية موجودة في الشارع، الموجودة في الأقاليم وشغالة، والشباب والأطفال والكبار والنساء الفدوا الثورة دي بنفسهم، تقعد معاهم بدون استعجال، تشوف رأيهم، تحاول تخليهم يجيبوا ممثلين عن طريق اللجان حقتهم، عن طريق تنظيماتهم الاجتماعية، ويكونوا برضو هم مفوضين في صنع القرار. الاستعجال احنا افتكر انه ما في داعي له، ودي حاجة مهمة وحاجة ضرورية يعني. ما سمعت انه المغرب ازن، لكن ما سامع. تمام. زي ما قلت لكم نحن في النهاية بهمنا تحري أشكال الديمقراطية، حتى ما يحدث الآن يعني الصراع بتاع العساكر ضد المدنيين أو المدنيين ضد العساكر شكل المفاوضات ده، نحن برضو بنفتكر أنه هو ما بيعبر تعبير كافي عن ضمانات العمل الديمقراطي. وإذا راجعنا تاريخ السودان فعلا الناس اللي كانوا بيتغولوا على الديمقراطية ما كانوا العساكر، كانوا المدنيين وكانوا العساكر برضو فعلا يعني، لكن كان بيتم بتنسيق من المدنيين يعني. فبالنسبة لنا كشعب سوداني وجود المدنيين في السلطة مطلب، لكن ما هو الضمانة الأولى والأخيرة للعمل الديمقراطي؟ فاستيل نحن كشعب سوداني حنكون موجودين وقاعدين في ساحة الاعتصام لحد ما نشوف أنه العملية الديمقراطية قاعد يتم التأسيس لها بطريقة سليمة.
طيب الديمقراطية هي شنو؟ الديمقراطية هي عبارة عن آلية بتاعت إدارة الخلاف السياسي، يعني هي ما حكم ولا هي موقف من قضية. يعني أنا الليلة من أجي أقول العمل ده عمل ديمقراطي، ما معناها أنا بمدح فيه ولا معناها أنا بنبث فيه. أنا العمل ده لما نتكلم عنه هو عمل ديمقراطي، معناها هو فعليا نتج بشرعية كويس وبتفويض من القواعد الخلفية من القواعد الشعبية عشان هو يظهر في شكله ده. واضحة الفكرة؟ يعني فعليا نحن بنطالب بعمل وبإدارة للعملية السياسية إدارة ديمقراطية. آلية وصفية بمعنى آلية هي ما بتحمل قيمة محددة بتحكم بها على شكل الظواهر. ما هو الليلة في الدولة القومية في مجموعة من الطوائف، مجموعة من القبائل، مجموعة من الإثنيات والأعراق والأديان، كلها عندها نظرة كونية محددة. النظرة الكونية دي بتتشكل من خلالها قيم محددة في وعيهم، بيحاولوا يحكموا بها على شكل التمصورات الاجتماعية والحراك السياسي، بيحاولوا يكونوا تجاهه موقف. وكل جماعة أو كل طائفة أو كل قبيلة هي في النهاية من حقها تمارس الحكم القيمي ده بناء على نظرتها الكونية، ودي حاجة لابد أنها تكون حاصلة ومهمة، تمام؟ وحاجة مشروعة وطبيعية. الحاجة اللي بنتكلم عنها أنه الإطار بتاع تنافس الرؤى ده، الرؤى المختلفة فيما يتعلق بالمجال العام نفسه، حيتم كيف؟ نحن نفتكر أنه لازم يتم عن طريق الحاجة اللي تسمى الديمقراطية، اللي هو ده الإطار بتاع تنازع أو بتاع إدارة خلافات الرؤى أو القيم المختلفة، اللي هو إطار تنازع الصواب والخطأ نفسه. يعني هل في أطور تانية؟ هل في فعليا يعني أساليب تانية نحن ندير بها صراع القيم ده أو صراع الصواب والخطأ؟ هل في؟ أفتكر أنه في، فعلا في. دي زي ما نحن جربنا في حاجة اسمها النزاعات المسلحة، وفي حاجة اسمها الصراعات المسلحة، وفي حاجة اسمها الحرب الأهلية، وفي حاجة اسمها الانقلابات. دي كلها أطور ممكن يتنافس فيها الصح مع الخطأ، وممكن يكون هو صراع لصراع أو هو محل صراع الصواب مع الخطأ. لكن الحاجة نحن بنطالب بها والحاجة اللي بتتكلم عنها الديمقراطية أنه الإطار بتاع تنافس الصواب مع الخطأ هو الإطار الديمقراطي اللي بيتم عن طريق آليات العمل الديمقراطي، اللي هي منها الانتخاب، منها التمثيل، منها الاستفتاءات، واللي هي فعليا فيها ضمان للقواعد الشعبية في صناعة وفي المشاركة في القرار السياسي. دي فكرة الديمقراطية بطريقة جوهرية وبطريقة أساسية. طيب أنا ما عارف بيقول ايه، استعجل شوية، لكن في متداخل تاني. تفضل طوالي. أنا لحد هنا تخلينا حاولت بقدر الإمكان أجسر الفكرة بتاعت الديمقراطية كويس بشكلها البسيط كويس، وفيما يتعلق بالحراك الحاصل حسن، فيما يتعلق بالحراك الحاصل حسن إحنا موقفنا من الديمقراطية أنه ما يتم الاستعجال في الصراع بتاع المدنيين مع العساكر بقدر ما يتم الرجوع للقواعد الشعبية والنقابات كويس والتنظيمات الاجتماعية في اتخاذ القرار كويس فيما يتعلق بمقترحات أو بهياكل الانتقال الديمقراطي. يبدو أنه أنا فرصتي خلاص على وشك الانتهاء، وحقدم المتحدث البعدين.